السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة عن ارك سيرفايفر، بس ولكن هالمرة رح ندخل بالسيرفرات الببليك او السيرفرات العامة ونحاول نعمل القصة وان شاء الله تنال اعجابكم بالسيرفرات العامة. لكن اليوم رح تكون او اليوم كامل، طبعا اليوم كامل انتم رح تشوفوا والله جزء بس بسيط من الفيديو، بس ولكن انا بعد ما اخلص المونتاج رح اعمل بث، او بعد ما اخلص المونتاج رح اعمل بث تمام وارفعه على يوتيوب، وبعد ما ارفعه على يوتيوب تشوفوه وانتم تجوا على البث عشان تشوفون ايش عم بعمل باللعبه تمام. فبهي اللعبه ايش رح نعمل فيها؟ رح اول شيء اظبط بيت مثل عالم الناس وادبر لي بترادون واظبط الامور الاساسيه اللي هي الفأس والبيكاكس والشغلات هي الاساسيه اللي اعملها دائما اخذهم، ورح انتقل في مكان لقيته انا بالماب جدا جدا خرافي، واهم شيء لازم البس ادبر لبس لانه اللبس تكون الدنيا برد بهذاك المكان. وهات سيرفر بابليك، طبعا هلا نحن في هلا الفتره هاي صاير هو فتره انه تكون بي في بي وبعدين فتره بصير بي في اي تمام. فراح اظبط اموري، اظبط اجهز كل شيء، وبعدين بس صارت اموري تمام او بنصير بي في بي ان شاء الله راح انتقل للمكان الثاني واروح ابرك في هذيك المدينه تمام. وان شاء الله واحد من الشباب، هلا انا بعت له كذا شاب من الموجودين معنا اللي بعرفهم الجنرال وشاكله، بعت لهم على العام، اذا اي حدا حاب يجي يشاركني بالفيديو ممكن بتشوفوه بالبث المباشر موجود، او ممكن في نص الفيديو بتلاقوه دخل معي. وهلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. طبعا بدايه نعرفكم ايش عملت انا. طبعا هلا انا دخلت بهون قبل شوي لحوالي بظبط او بشوف السيرفر اذا فيه اشرار ولا ما فيه، لان كل ما ادخل على سيرفر يكون عدد الناس فيه قليل فبيكون يطلع في واحد موجود بالسيرفر وسخة، كل ما يدخل حدا على السيرفر بيقلعه او بيضربه ويسوي. لانه دخلت انا قبل عم بعد ما جهزت البيت بعد 4 ساعات تقريبا، انا عم بلعب من الساعة 8 للساعة 12 تقريبا قبل الصلاة، جهزت بيت ظبطت امور تمام كلياتها، فقام اجاني ما بعرف هيك مدرع نزلت فوق عند ما بدي اسكرها بظبط. قلت خلص خليني ابلش الفيديو وبلش واحكي لكم وشان ادخلكم بالجو. فماشي فضل واحد اجى هيك والمركب بفضل نزل فوقي دمر كل شيء. بعد ما دمرت كل شيء في عندي كان 2 بتردون قتلهم، المهم قتل كل شيء فتركت السيرفر وطلعت، وكتب لي انه اطلع من السيرفر ما راح اتركك. ويمكن في كان عندي اخوتي بعيده فرسبنت عليها فورا اجى قتلني، فيمكن في هاك او ما بعرف شو الموضوع عنده. المهم بس ان شاء الله هم ينوجه هيك مشاكل، لانه هو كان معه ميزه التاك، فلازم نحن نحصل التاك، لازم نحصل التاك. بس التاك والله بده شغل كثير، يعني اتوقع ب 10 و15 حلقة نوصل لمستوى التاك. هلا خلينا نبلش نروح نطلع هون نفتح هون انفنتوري او المخططات. رح انا اسوي هلا هون بالاساس، رح اسوي احاول اني اسوي هدول الاساسيات، هدول بيكاكسين مهمات جدا. وفي هون هي البارودة او هي رح ما اوصل لمستوى البارودة، هي بكفي حوالين هذيك بدها شوية معدات متطور اكثر، فرح احاول اوصل هذا المستوى اخذه، وبعد ما اخذه اظبط عدد طلقات ممتاز ونبلش انتقل. يعني اتوقع الحلقة وحلقة الجاي تلاقوني انا انتقلت لمكان جديد تمام. هلا خلينا نبلش في مخطط او خطة البحث عن اشياء عشان نظبط هدول الاربعة. ايش نطلع خطة البحث عن ايش؟ اول شيء بدنا فورج تمام، اول شيء بدنا فرن، فرن بده الهايد موجود. اوه جوستين هايد، والله جوستين هايد ما عندي هايد كمان، طول شوف هون شيء. اوه حلو، معناته لازم نقتل دودو ولازم منجيب حديد. نعم طبعا انا هون اخترت هذا المكان لسبب واحد وجيه جدا، الا وهو انه هون المكان في دودو، بغير اماكن ما في دودو. بلش هون بدون احساس فقط، وين ما تروح تلاقي شيء تنهمه. يعني شوف بس غبت شوي عن السيرفر رجعت لقيت حالك منهوم ومسروق ومشلف. هلا عجب كيف قال جيت حطيت انا هون خشب، ما عندي انا كان عندي خشب. إذا حطيت القلب فرنه عجب بيشتغل أو بقدر أشغله، بتعرفوا تشتغل؟ والله بتشتغل ممتاز. أنا تخيل رح نجيب حديد نحطهم هون أحسن ما كنا نسوي في بيتنا، لأن كل حال أنا رح ننتقل من هون. هون في هذا الطير إذا بدنا نجيبه إن شاء الله يكون له بواقي عشان أقدر أنومه. تعال تعال، هذا أهم نتيجة.
والله انت عشرين عشرين ما بدأت. نعم طبعا. شلون تعلمت هاي الشغلة؟ والله بحكي لكم السر الفضيل او السر بالموضوع، لاني زودت ولا الدودو روت ولا البترازون. والله 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 انا شغلت الكاميرا صار يطلع معي حرارة. والله ليش كذا؟ كله هي 40 جلدة ممتاز. اسمه يموت معنا. طيب بما انه نحن استنتجنا شيء مهم جدا، ندور على الحديد او نظرف حديد. ماشي كلهم فضة. لا يا الله، والله لا يوفر. روح لي الجلد، يعني لو قاتلك انت اخذت الجلد اقل شيء. والله هذا هو يا رب. قلت له ليفل 50 والله يا غالي شو بدك والله بتاخر كثير. وات نعم مباشر. عندي واحد لحم لك. اخ على حظي. وين اللحم بقى؟ قام البترادون واخيرا. يا ويلكم باك، يا ويلكم بيك، ويلكم يا ويلكم. ايش هذا بالله؟ نيبل لقيه. لا بدي اسوي له نيبل، لا بدي اسوي له شيء. بدي اعمل له اول شيء، بدي ارفع له بس الوزن بحيث انه يتحمل شيء. والله حديد، والله حديد، والله حديد. واخيرا اخيرا حديد. ولا نكسر هذه الحديدة. واخيرا 10 حديد، واخيرا 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 10 هايد على حبة. طيب هلا نروح ندور على البترادون تبعنا اللي ضيعناه، اللي ما نعرف وين راح. وانا عم بدور عليه، بدور على مكان فيه فورج وسمنتن بيس. تمام، او اي سمنتن بيس. فورج 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 لقد وجدت الفورج. بس ما راح اسوي، انت عارف ايش انا بدي؟ مكان تسمتي. ما راح اضيعك. استنى انا هون ادور على مكان تسمتي، لان مكان تسمتي حلو. هي سميثي، هذا كل اللي نحتاجه. تمام، طبعا هي 9 حشبات. وهذول يا الله سرق مني. بس مين سرق الحديد؟ السرق. هاي الكلب سرقت. الله والله ما عرفت السرق. المهم الزبدة، الزبدة. هلا نحن حطينا اهم شيء الحديد اللي امنا عليه، اللي دفع الدم قلبي بما جبته. هلا بدنا نشوف السميثي. ايش بدك كمان حتى نسوي البابن يا معلم؟ ما بدنا 8 ب10 هايد. هاي الهايد كله معلم، في عنا هايد كثير. وبدنا خشب، خشب نعفي. روح نجيب خشب، نلم شوية خشب. صار معنا 100، صار عدد ممتاز صراحة، بيكفي لحتى نكمل المخطط تبعنا. تمام، بتعرف ايش بدي؟ اعمل البو القوي. هي 100 وهون اللي هو هاد. ايش بده كمان؟ فايبر. اوه هو فايبر اصلا اسهل ما طلبت يا شيخ. بدنا 8، يعني بدنا 16 حديده. هلا هذا بده 8، وهذا بده وحده، وهذا بده 7. فبدنا شغل 16. بس هون ما كان عندي انا خشب. هاي ذكرت كثير. اوه هو 5. نايس. هات 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 حطهم هون. هات اول واحد. بدنا شوية خشب كمان. وبعدين ناخذ البيكاكس. هلا وين باينين؟ على اساس ما حد شايفه.
كارت ارمر وحتى مطوره. طلعنا بيكاكس مثل العالم يا زلمه. طب كان اول ياد الدمج والله هذا 100 كمان. ايه سكبه. تمام. حلوة اربعة ثانية. اتوقع صارنا عنا 8 حلو. نقدر نسوي السلاح الثاني، ضل بدنا سلاح واحد بس، يعني بدنا شيء 7 هدايا خالصين باذن الله. حلو. خليني نجيبه هذا البو. واخيرا صار عنا سهم بدل السهم القديم. هات هدول خلينا نحط السميثي، ما عندنا شغل فيها. وخلينا نخفف شوي من الوزن، صار عندي مره وزن عالي. ايش سوي بدل منح. طبعا شباب هلا وصلنا احنا هون لنهايه الفيديو. في عندي الاغراض الموجوده عندي لازم الاقي لها مكان اخفيها فيه، بس اول شيء خلينا نظبط البيت عشان اذا حدا اجى يتعذب شوي تكسير البيت يعني شوي. وبعد ما يتعذب تكسير البيت استنتج انه البيت ما فيه اي شيء صراحه، لانه هذا انا بحب اعذب اللي جايين يسرقوني. حلو، صاروا بابين فوق بعض. ايش طيب ثاني شباب، هلا نحن تقريبا نقولوا خلصنا، حاول سوينا هذا الكم الهائل اللي من سوينا اهم شغلة هذول بيكاكسين وهذا البو، هذا اهم شيء سويناه. وان شاء الله راح اكمل انا بالبث المباشر، راح اسوي سوم وراح احاول ابلش انه اجهز المعدات الاساسيه. وطبعا البترادون اللي روضته ضيعته ما بعرف وين صار، اختفى مني ما اعرف شلون راح اختفى. المهم راح ادور عليه بس مو هلا، بس خليني اكمل لان بعد ما لقيت حديث فرحت لحالي كثير. فلازم هلا اروض الترايك اسمه ترايك اللي بيجمع لي ناركوتك حتى اسوي سموم مخدره كثير، كميات جدا كبيره اللي يلزمنا هذا الاشي. هذا اول اشي مطلوب مني اعمله. طبعا انا عملت هون بيت صغير مثل ما انكم شايفين، ظبطناه 24 بس، ولكن انا حطوها هيك من برا. طبعا انا عملت هون غرفتين ليش قبل بعض، عشان اللي بيجي يجي يشوف انه باب فكر ما عندي شيء برد يدخل يكسر الباب الثاني، عرفت شنو؟ بس عشان نعزله بس لا اكثر ولا اقل. وطبعا البيتين فاضيات، يعني لو بتدخل هون مثلا بتدخل هون في هالكم شغله هالهايد وهالشغلات هي، ما راح افرجي انه ما عندي شيء ابدا. تمام، مو عندي هدول، هاتون نحطهم بغير مكان، بحطهم بالمكان السري. كلها لو ورجيكم اياه يعني بجد سري خرافي صراحه. شوفوا، وطبعا في عندنا هذا الصندوق انا فضيته خالص، ما في غير 100 حجره، خلي ال 100 حجره. فالمهم جيت عم بقول وين بدي اخفيه هون، وين بدي اخفيه، يعني انا ما يشوفوا بيس فور الناس تجي عم بينه بدهم يجوا يكسروا البيت. فحبيت حطيته هون بالعشب بس، ولكن العشب ممكن يبين بكل سهوله، فقلت لا لازم الاقي مكان. طبعا حطيته هون كمان بالعشب شنو اتذكر انه في شيء بيكسر ويتعذب على الفاضي، عرفتوا شلون؟ يعني موضوع تعذيب. شوفوا وين عملت لكم اياها، حطيته شايفين هي الجزيره، وين حزر وين حطيته؟ مو فوق الجزيره، تحت الجزيره. تخيل كار جنميه، مين هذا اللي بده يخطر بباله ينزل بالماء يغوص حتى يجي على صندوقين تا يفتحهم؟ طبعا هذا الصندوق فيه اغراض ما راح اقرب عليه، خلينا نحط الصندوق الاغراض اللي عندي اياها زياده. هيك حتى لو انا جيت حدا اجى قرب علي ونوى يسرقني وما راح يلاقي شيء صراحه ذو اهميه، وحتى هذول اهم شيء لانه هذول تعذبت اكثر شيء بصناعتهم. فحواجه اطلع هيك لفوق والله ارجع البيت، يعني بحاول اجى حدا قتلني سرقني، انا حافظان اللوكيشن وين هون عند اسمه حاطين، حافظان البيوت حافظان كل شيء عند تقريبا 72 23 او 24 هيك شيء، يعني حافظان الجزيره وسط المنطقه. اذا حدا اجى بده يسرقني بيسرقني عادي، ما في شيء عندي مهم، يعني في كم شغله وكم شغله، يعني شايفني انا جديد زمان في هيك شيء ما عم شيء بالسيرفر.
وبس بيكون خلص الفيديو. لا تنسوا لنا لايك والاشتراك وتجمعين. طبعا بعد ما تخلصوا مشاهدة الفيديو تعالوا على البث المباشر ان شاء الله عم بعمله على الفيسبوك. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.